مارو الجميل نجم نجوم النادي الاهلي، مبروك يا مارو. يعني اقدر اقول لك موسم صعب قدرنا نحسم قبل الموسم ما ينتهي، ده يحسب للعيبه يحسب للجهاز يحسب لمجلس الاداره. مبروك وبارك لك وببارك للعيبه وببارك لكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله ببارك لجمهور النادي الاهلي طبعا اول حاجه، واللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره. والحمد لله الدوري كان يعني الحمد لله قدرنا نخلصه بدري الحمد لله، اللعيبه كلها كانت رجاله من اول الموسم الحمد لله. وبنيه طبعا الدوري ده المؤمن طبعا ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع احسن من الاول ان شاء الله، كده يبقى في وسطنا تاني. والحمد لله يعني احنا ان شاء الله مركزين في اللي جاي ان شاء الله، الماتشات اللي جايه تكون ان شاء الله تجهيز لينا ان شاء الله لافريقيا. البطوله الافريقيه الهدف اللي جاي بالنسبه لكم، انا عارف ان عندكم الدافع وعندكم الرغبه وعندكم كل شيء، ويمكن زي ما بقول طبعا هي دي روح النادي الاهلي، بنقفل صفحه بنشوف اللي بعديها، لكن البطوله الافريقيه مهمه جدا. طبعا الحمد لله احنا الهدف ان احنا كنا خلاص الدوري بدري، عشان احنا السنه دي اللعيبه كلها في تعهد يعني احنا ان شاء الله لازم نجيب افريقيا باذن الله ان شاء الله. واللعبة كلها مركزة على كده في التمرين إن شاء الله، وعلى طول بنقعد مع بعض نتكلم وأنا شايف الروح كلها كويسة الفترة اللي فاتت دي كلها إن شاء الله، وبإذن الله يعني إن شاء الله يبقى السنة دي نجيب أفريقيا إن شاء الله في الجزيرة يعني بإذن الله إن شاء الله. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مبروك لكل نجوم النادي الأهلي، مجلس الإدارة، اللاعبين، جمهور النادي الأهلي. الحقيقة الفرحة حلوة يعني اللي احنا شفناه في اوضه اللبس النهارده مع اللعيبه يدل يمكن على شخصيه اللعيبه، اللعيبه عارفه قيمه بطوله الدوري بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، هو ده لعيبه النادي الاهلي وهي دي شخصيه النادي الاهلي ان شاء الله القادم افضل لكل الجمهور وكل النادي الاهلي. البطوله الافريقيه هو الهدف القادم ان شاء الله للعيبه النادي الاهلي، مجلس الاداره، جمهور النادي الاهلي. عوده للاستوديو مره ثانيه.